السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. طولت عليكم هذه المرة لأنني كنت شوية مريضة، ودرك الحمد لله نعاود نولي لي فيديو والكيفيات والمواضيع اللي راح نحطهم إن شاء الله المرة الجاية. اليوم جيت بهذا المقروط تاع مقروط الوردة اللي يجي في هاد ليمول، ما اسهل منه ما كانش. اللي ما تنجحش في المقروط تاعها هاد الكيفية راح تنجح اكيد ان شاء الله 100%. نروح مباشرة لمقادير وكيفية التحضير. انا درت كمية شوية كبيرة، خديت هاد البول، درت 4 كيلات تاع فارينة بهذا البول. وانتوما واش حبيتو ديروا، الكيل اللي حبيتو تاخدوه خذوه. انا درت هنا 4 كيلات فارينة معمرين ممسوحين وغربلتهم مليح، لازم تغربلي الفارينة تاعك. من بعد درت كيلة غربة سكر غلاس، الحاجة تاع العسل دايما نقص انا السكر. درت مغرفة كبيرة تاع لافاني ومغرفة كبيرة تاع حليب بودرة وقرصة تاع ملح على حسب الذوق. غربلت كلش مع بعض، وهنا درت على راس المغرفة صغيرة كامل تاع خميرة كيميائية لا لوفور شيميك. خلطت كامل المقادير النواشف مع بعض. من بعد ضفت هنا كيلة الاولى تاع عدام، انا درت سمن يعني طري، يكون طري شوية. وهنا الكيلة الثانية، درت كيلة الثانية باش تجي المقروط تاعك مبسس مليح مليح. وخليت غير اسبوع نقصت له، درتو ضفتو زيت. لازم السمن تاعك يكون طري كيما راكم تشوفوا، بوماد يكون. على اطراف الاصابع دخلي كامل هذوك لي دام في الفارينة. بعد ما وسيت كامل دخلت لي دام في الفارينة، ضفت 2 صفار بيض وراني نلم في العجينة. ندخل في هذاك الصفار تاع البيض داخل العجينة مليح مليح. من بعد جبت هذه الكيلة غربة تاع ماء وما زهر، ويكون دافي شوية ما يكونش بارد باش ما يجوكش هذوك الحبيبات لي غومو. وتبداي تضيفي وراكي تلمي، تجيك طرية تشوفيها طرات بصح ما تخافيهاش، خاطر من بعد راح تشرب كامل هذاك الماء والماء زهر. بعد ما لميت العجينة درتها في كيس بلاستيكي وخليتها ترتاح. هاي اللي شحال قعدت لي الماء والمزهر، هذاك واش قعد لي. لميتها وحطيتها في الفريجيدير ترتاح. هنا كان عندي شويه جوز ملحي، جوز محمص وملحي، ضفت له التمر. وانتي ديري واش حبيتي، تمر لوز واش حبيتي ديري. انا كان عندي الجوز هذاك سي بوغ سا درتو مع التمر. تحبي ديري تمر وحده ديري. وضفت مغرفه تاع زبدة ماكارين ومغرفة تاع الكراميل اللي راح تمد واحد البنة لهاد المقروط ما شاء الله. وبديت نلم كامل في العجينة مع بعض. هنا بديت نضيف الماء زهر حتى تطرى العجينة تاع التمر والجوز. نضيف غير بشوية ونعجن حتى تولي طرية، تقدري تلميها وتكوريها كما راكم تشوفوا تجي معسلة معجنة. هنا غطيتها وخليتها ترتاح. من بعد جبت هاد ليمول اللي راح نخدم بهم. شوفوا هاد ليمول يتباعوا ماشي غاليين. هنا تشدي كمية العجينة وديريها داخل المول تاعك وتشوفي شحال رفدت لك. انا كي درت الكمية تاع العجينة شوفوا وزنتها صبتها 42 غرام، تجيك سوا سوا مع المول. صبتها 42 غرام، نحيتها يعني وزنت العجينة 22 قسمتها على 2. ولافارس الحشوة تاع التمر وزنتها 20 غرام، يسمى العجين 22 غرام والحشوة تاع التمر 20 غرام. هاي اللي كيفاش تعرفي ديري القيس تاعك. انا وزنت كامل العجينة تاعي 22 غرام، كملت كامل العجينة. ولازم تغطيها باش ما تنشفلكش وتشقق. هاي اللي كملتها كامل، جات كمية ما شاء الله. وزنت لافارس يعني الحشوة تاع التمر والجوز 20 غرام، غطيتهم وراني ندير الحبة. شوفوا لافارس داخل العجينة، ونديرها داخل المول وتلبزي مليح مليح
باش الهواء ما تخليش الهواء لداخل وتجيك لا فورم عيانه. نزيد واحد اخرى، شوفوا نفتح العجينه هذيك كويره تاع العجينه ونحط الكويره تاع لا فارس تاع الحشوه تاع التمر ونغلق، ما تخليش الهواء لداخل، تلميها مليح مليح حتى تولي ليس وتحطيها داخل المول تاعك بلا ما ديري له تدهني بالزيت ولا خطر العجينه ديجا ميدمه. بعد ما كملت كامل الليمو اللي عندي جبت الفرينه قدامي وجبت هذا النقاش الرقيق هذا وبديت ننقش. شوفوا كيما راكم تشاهدوا وحده قدام وحده ساير داير وتخليه في الوسط وتعاودي تدوري عليه وكل خطره ديريه في الفرينه داك النقاش باش ما يلصقلكش في العجين. هايدي كيفاش جات، هايديك هاي نعاود واحد اخرى. ديري توجور النقاش تاعك هذا في الفرينه وراكي تنقشي ساير داير وحده قدام وحده ما تخليش الفيد وتعاودي تدوري عليهم مليح مليح باش هذيك النقشه ما تنحالكش. كملت كامل نقشت كامل وش عندي وكل خطرة نطيب نكمل ليمون نطيبهم ونعاود يبردو نحيهم ونعاود نخدم كمية واحدة أخرى. هنا تقبت كامل درت ثقبة بعود هذا تاع عود صبتو تقبت به في الوسط باش يتنفس هذاك الحشوة اللي لداخل تنفس وشديت هذا الجوز درته في البياض البيض اللي قعد لي وراني نزوق به وانتي زوقي واش حبيتي. هنا نص حبة اللوز بالقشور ونص حبة اللوز بيضة مقشرة ودرت كاين كمية اللي درت لها حبة جوز من فوق وانتي واش ديري واش عندك واش حبيتي ديري. تحبي تخليهم هكذاك تخليهم تاني يجو لاباس عليهم يخصهم والو. هاي ليك كيفاش جات، شوفوا هذا هو المقروط تاع الوردة جا ما شاء الله. ستفتهم كامل في الفوق في البلاطو دخلتهم الفوق يطيبوا على 180 درجة. بعد ما طابوا غير خرجوا وهما سخونين عسلتهم بعسل بدون إضافات. شوفوا عسل بارد. وهاي اللي كيفاش جات، إن شاء الله هاد الكيفية تكون عجبتكم تعملوها وتنجحوا فيها. وإلى اللقاء، مع السلامة في كيفية واحد أخرين ومواضيع واحد أخرى. إلى اللقاء.